السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة الصحة والجمال اتش بي سي المتميزة دائما. برحب بحضراتكم في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم داليا شو. حلقة النهاردة هي استكمال الحلقة اللي فاتت، كنا اتكلمنا فيها عن قصص نجاح نماذج مصرية مشرفة جدا قدرت ان هي تحقق نجاحات كبيرة جدا داخل مصر وخارج مصر، وقدرت ان هي تحقق الهدف اللي هم عاوزينه وازاي قدروا ان هم يسافروا بره مصر وخصوصا في جامعات بريطانية. النهاردة بقى على وجه الأخص هنتكلم عن السفر والدراسة والعمل خارج مصر في دول أوروبية خاصة بريطانيا، ازاي هنقدر ان احنا نسافر بره، ايه الإجراءات والخطوات وإجراءات الفيزا والإقامة، كل ده هنتكلم عليه النهاردة في حلقتنا مع ضيوفنا الكرام. ولكن اسمحوا لي الأول أرحب بيهم النهاردة، معايا دكتورة سماح رضوان مدرس أستاذ الأعمال بجامعة كفر الشيخ ودكتوراه بجامعة بورتسموث بريطانيا، أهلا بك يا دكتور. ومعانا المرة الثانية منورنا النهاردة دكتور هاني السيد دكتور المحاسبة والتمويل بجامعة بورتسموث بريطانيا، أهلا بك يا دكتور. شكرا، أهلا وسهلا. أهلا بك يا رنا، عاملة إيه؟ أهلا بك يا دنيا، عاملة إيه؟ الحمد لله تمام. دكتورة بقى سماح، عرفيني بقى بنفسك أكتر وعرفي المشاهدين خريجة إيه ودرست إيه وحاليا درست إيه حاليا يعني. أنا خريجة تجارة إنجليش جامعة المنوفية قسم إدارة أعمال بزنس أدمنستريشن، درست بعد كده ماستر برضه خدته من جامعة المنوفية، وكانت الرسالة بتاعتي الحمد لله يعني هي كانت أول رسالة تكتب باللغة الإنجليزية في قسم إدارة الأعمال جامعة المنوفية، وكان دي يعني كان رغم ان انت اصلا دراسه ايوه بس لان هو القسم كان لسه فاتح جديد، فكان اي شيء دايما بيبقى في اوله كفايه بس ان هو قسم فاتح، لكن كدراسات عليا ان ازاي الناس دي تكتب بالانجلش، فالحمد لله يعني كان ليا مشرف الله يرحمه، بس هو اللي ساعدني ووقف ورايا وسبورت مي فعلا في النقطه دي. في الوقت ده طبعا تدرجت في وظائف كتير، اشتغلت في كلية تكنولوجية عقد مؤقت، ورحت هنا جامعة جنوب الوادي في الصعيد، وبعد كده اتنقلت كفر الشيخ جامعة كفر الشيخ، الحمد لله خدت الماستر، بعد كده قدرت اخد بعثة من وزارة التعليم العالي، كانت بعثة تنافسية على مستوى الجمهورية، الحمد لله قدمت بروبوزل واتقبل وسافرت المملكة المتحدة. فيعني هو في تطورات كتيره، بس يعني هو ده زي ما بيقولوا كده في عجاله يعني باختصار. هنتكلم على التطورات كمان شويه. تمام دكتور، يعني حضرتك المره اللي فاتت نوهت انه في فرص كتير بره، وان لو في حد مثلا بيشتغل في شغلانه ومش حاببها ممكن يدور بره. عايزين نعرف من حضرتك ايه افضل الطرق اللي من خلالها يعني الشخص يقدر يسافر بره او كده. تمام، اولا اهلا بك يا رنا، واهلا يا داليا، وشكرا على الدعوه الكريمه دي المره الثانيه. والله هو في ثلاث طرق رئيسيه بخصوص اي حد قرر ان هو يسافر بريطانيا للدراسة وبعد كده يشتغل ويحصل على الإقامة والفيزا. الطريقة الأولى هي البعثة، ودي بعثة حكومية زي ما دكتور سماح حصلت عليها، ودي شرطها اللي لازم يكون ستاف ممبر في أي جامعة مصرية حكومية عشان هو بيحصل على البعثة من الحكومة المصرية. أو الطريقة الثانية اللي هي منحة من الحكومة الإنجليزية زي ما أنا حصلت عليها، عشان أنا مش ستاف ممبر في مصر فحصلت على منحة من الحكومة البريطانية. الطريقة الثالثة بقى اللي هو يطلع على حسابه. فدول الثلاث طرق الاساسيين اي شاب عايز يطلع، لا اما بعثه حكوميه او منحه او على حسابه. تمام. طب دكتوره سماح بقى، لما جت لك البعثه وانت بنت كان الاهل والاقارب بقى الدعم كان عامل ازاي؟ رافضين الفكره ولا متقبلينها؟ هو في الاول طبعا هو الاجراءات التقديم بتاخد وقت، وعلى ما يحصل انترفيو وبعد كده تجيب اوفر والفيزا فبتاخد مثلا خدت سنه ونص، فكان في الوقت ده في البدايه ماما قدمي ليه لا ومبسوطه وفرحانه، بس بقى وانس ان احنا جينا بقى خلاص قلت لها خلاص بقى انا مقدمه دلوقتي على الفيزا بقى وهسافر، ايه ده بجد؟ الموضوع بقى خد شكل تاني خالص. انت نفسك ما كانش عندك الرهبه ان انت بنت وهتسافر دوله اوروبيه وعايشه هناك صعبه؟ هي الرهبه جات لي يعني ما اعرفش هتصدقوني ولا لا، جات لي لما بقيت في مطار القاهره. طول ده لما يكون انا مش موضوع حاسة بجد بقى. لا ده طلع بجد، ده سابوني بقى ومش يوم وانا بقى كده ماشيه على اللي هو السير، ايه ده معقول بجد؟ حضرتك كنت مسافره لوحدك ولا كان معاكي يعني كنت مسافره مع جروب ولا كنت لوحدك؟ لا بس هو انا كنت مسافره في الاول اسكتلند، وكان في اسكتلند في زمايل لينا من جنوب الوادي، انا ما اعرفهمش بس يعني قالوا لنا في ناس يعني، فقلت ايه في مصريين يلا مش اشكال، بس يعني هقول لك ايه الغربه غربه. بس انت عندك هدف بقى يعني تستحمل الغربه مقابل الهدف. اكيد طبعا اكيد. تمام. طب دكتور هاني بقى، انا خلاص عرفت ان في ثلاث طرق عشان اقدر اسافر بريطانيا، ايه الخطوات بقى اللي ابدا الاول اعملها؟
تمام، هو ده يعتمد على وضع الطالب ذات نفسه. لو الطالب ده كان ستاف ممبر في اي جامعه حكوميه مصريه فبيقدم طلب في البعثات ورغبه اللي هو عايز يطلع بعثه، وطبعا بيبقى في كومبيتيشن عالي قوي، مفيش جارانتي او ضمان اللي هو يحصل عليها، عشان بتبقى عدد محدود من البعث او البعثات يعني، واشخاص محدودين بياخدوها. الطريق بقى التاني لو هيقدم او بيبحث عن منح تبع الحكومه الانجليزيه، ففي ويب سايتس كتيره على الانترنت، وبرده زائد اللي هو يدخل على الويب سايت بتاع كل جامعه. يعني مثلا انا عايز منحه في جامعه كامبريدج او جامعه لندن سكول او اي جامعه يعني من الجامعات المشهوره في بريطانيا، بريستول مثلا، ساوثهامبتون، يدخل على الويب سايت وعلى التخصص بتاعه، فبيلاقي سيكشن كده اسمه فاندنج اند سكولرشيب، فبيبحث هنا عن المنح المتاحة، ودي لأي حد وملهاش شروط صعبة ولا حاجة. أنا حصلت عليها وما كنتش من الأوائل، بس الشروط مثلا زي لو يحصل على آيلتس ويكون مثلا معاه بعض المهارات اللي تميزه عن الآخرين، ولو نشر أبحاث دولية فده برضو هيفيده في الحصول على المنحة دي. بس ده لو أكاديمي مش مهني صح؟ ده لو اكاديمي، انا بتكلم على اكاديمي، عشان في لو الناس اللي هي معاها ام بي اي او عايزه تاخد دي بي اي بره وكده، لا ده صعب قوي، مش المنح مش متوفره كتير قوي، ده يطلع على حسابه بقى. فالحل التالت بقى هنا يطلع على حسابه. طب يا دكتور، وانا طالب هناك بيبقى ليا الحق عادي ان انا اشتغل بحيث اغطي مصاريف مثلا؟ طبعا كل وكدا. طالب لما بيحصل على الفيزا بيبقى له 20 ساعه عمل في الاسبوع، يعني 80 ساعه في الشهر، فده بتمكنه لو يشق، وده كتير برضو يعني مش عدد ساعات كتير، فهو بيدرس. ومعظم على فكره الطلبه اللي عندي هناك اللي هم الاوروبيين سواء بريطانيين او المان او من اي دول تانية، معظمهم بيشتغلوا. يعني انا اتذكر موقف جميل جدا مره، كان طالب عندي في سنه تانية، فروحت يعني كان السكشن او المحاضره الساعه 2 الظهر، بالليل خرجت مع بعض اصحابي محل الايس كريم، لقيت هو اللي بيقدم لي الايس كريم. فبجد انا كنت فخور جدا جدا بيه، وكتبت ساعتها بوست على الفيسبوك يعني، وفرحت جدا يعني اللي هو طالب الصبح واخر النهار بيشتغل عشان يصرف على نفسه. دي مش فيها الصعوبه ان انا اشتغل وادرس في نفس الوقت؟ لا ده ما بيأثرش على الدراسة؟ لا ما بيأثر. برضو في حاجة، الدول الأوروبية خصوصا بريطانيا هناك المناهج مش كتير قوي زي الدول النامية. لا هناك المناهج بتبقى مور فوكست، بتبقى مركزة أكتر، بتبقى المحتوى أقل، تمام، بيهتموا أكتر بالريسيرش، مش بيلقنك، مش بيقولك بيعطيك من ماتيريال كتير قوي وكده، لا ده هو ممكن 60% من الماتيريال أنت مطالب تعمل ريسيرش على الإنترنت وتعمل أبحاث وكده. فهناك المحتوى او الشغل اللي هو الدراسه بمعنى اصح اقصد الدراسه يعني مش يعني كتيره قوي او محتاجه وقت كتير جدا زي الدول الناميه يعني. تمام. طب دكتور سماح بقى، انت خلاص نزلتي انجلترا وبداتي بقى اول خطوات نجاحك، يعني قولي هل في تحديات قابلتك؟ اتعرفت على ناس بسرعه هناك بسرعه؟ اشتغلتي درست الاول وعملتي ايه كده؟ الاول كان في مقاومه للتغيير والشوك لسه، اللي هو انا واخداه ايه اللي انا عملته في نفسي ده، طب ارجع ازاي، انا عندي هدف لازم احققه. فكان في الاول كده قصه اللي هو ايه، انا تايهه شويه، انا مش عارفه ايه. هي الجامعه موفره لك اقامه هناك؟ هي السكن، هو الحكومه المصريه بتديني سالري، مرتب شهري. انا بقى ليا الحريه اسكن تبع الجامعه تبع سكن بره، بس طبعا انا بنصح اي بنت وبنات بالذات خليكم في الاكوموديشن بتاع اليونيفرستي. حضرتك كنت ساكنه لوحدك ولا ساكنه تبع سكن الجامعه؟ انا كنت ساكنه تبع الجامعه طبعا، لان سكن الجامعه بيبقى له مميزات، بيبقى فيه سيكيورتي، بيبقى فيه سي سي تي في كاميرا، بيبقى حضرتك لو في اي مشكله بتتصلي بالريسبشن بيطلع لك حد، فهو امان يعني مور سيكيور. انتوا كنتوا كلكم مثلا بنات مع بعض؟ حسب برضو ما انت بتفضلي. مثلا هناك كان اول ما رحت وده كان اختياري، كان الشقه كلها فيميل بنات كلنا، بس كان شيرنج، احنا بنشترك في المطبخ والتويلت. بعد كده انا حبيت لا انا عايزه ماي برايفت روم، ويعني اوضتي انا لوحدي بالتويلت، فلا فبقى الكيتشن هو اللي شيرين فشيرنج. ففي اللحظه دي بقى ممكن يبقى في، انت بقى لو ما قلتلهمش ممكن يبقى ساعتها في معاكي ايميل. طب كنت بتشتغلي هناك مع الدراسه ولا؟ هو انا تجربتي الاولى كانت في اسكتلند، قعدت سنه ونص، وبعد كده رحت بورتسموث. طبعا كان في قصه كده. هي البعثه كلها كانت كام سنه تقريبا؟ البعثه هي 4 سنين، 3 سنين البرنامج بتاع الدكتوراه، وسنه رابعه للكتابه. لو ما خلصتيش بتحتاجي مد سنه 5 وسنه 6، بس طبعا ما فيش مرتب من البعثات، الفند بيبقى ستوبد يعني. اشتغلتي في الاول ولا لا؟ اشتغلت لما رحت بورتسموث، وحبيت شغلانه اللي هو ايه برضو اللي هو
helping students يعني برضو اساعد الطلبه وبرضو فكنت شغاله حاجه كده يعني زي كده ديبارتمنت مخصوصا ان انا ايه اعرف الستودنتس الفاسيلتيز بتاعه الجامعه الجامعه بتقدم خدمات ايه الجيم فين الايفنتس اللي موجوده بننظمها البلد دي شكلها ازاي هتروح المكتبه ازاي هو انت اللي اخترت الوظيفه دي ولا هي اللي كانت متاحه بس قدامك لا والله هو في حاجات كتيره كانت متاحه بس انا حبيت دي لان انا لما بدور على وظيفه بدور على حاجه برضو تخدم يعني انا اتعلم حاجه جديده فلما انزل مصر اقدر يعني ايه اضيفها للجامعه بتاعتي فانا كنت يعني بساعد الطلبه انهم يتكيفوا مع وحضرتك خدتي وقت قد ايه على بال ما تكيفتي طيب مع الوضع هناك بشكل عام لا بصي هو اول اجازه يعني ايه ونزلت طبعا في الكريسماس يعني ايه ما قدرتش هو اول 3 شهور كده ونزلت بس خلاص بقى الله ده طلعت مصر وبريطانيا قريبين تقدري تروحي وتيجي خلاص بقى الرهبه بقى خلاص خلصت طب دكتور هاني بقى الوظائف هناك من وجهه نظرك شايف ان او قابلتها شايفها صعوبه يعني ممكن نشتغل بسهوله ولا في وظائف معينه بس نقدر نشتغل فيها هناك لا الحقيقه انا يعني اول ما رحت هناك لقيت كميه وظائف متاحه كتيره جدا جدا طول السنه انا اشتغلت على طول وظيفه ليا بعد ما وصلت بريطانيا في 2015 بعدها بشهر واحد بس نزلت سكون ولا ايه لا لا طبعا طبعا دي برضو كويس يا دليل اللي انت اشرت لحاجه زي كده اللي هي الناس كلها فاكره ان انا بروح اوروبا يعني غسيل صحون وكده لا طبعا لا لا انا اول على طول بعدها بشهر اشتغلت بار تايم في جامعه لندن اللي متخرج منها ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني فالفكره دي غلط اللي الناس واخداها ان انا بروح اوروبا سواء المانيا او اسبانيا او حتى بريطانيا اغسل صحون لا طبعا في وظائف كتيره كويسه جدا طب ممكن حضرتك تقول لنا اكتر الوظائف المطلوبه دلوقتي في بريطانيا في المجال بتاعي في شورتج في نقص او عجز كبير قوي في مجال المحاسبه اللي هم الستاف ممبر تمام اللي هو انت تبقى دكتور في الجامعه دارس محاسبه او بزنس بصفه عامه ده في شورتج كتير جدا جدا وكل يوم على الويب سايتس بنلاقي وظائف معروضه كتير قوي زائد الشغل اللي هو الماركتنج اللي انت مثلا تسوى بيرفيوم او شوكليت او حاجات من دي في اي سوبر ماركت كبير كارفور او التسكو او السوبر ماركت الكبير طب المرتبات عامله ازاي يعني في المرتبات هناك كويسه جدا يعني لو عملنا تحويل بالمصري مثلا في شغلانه انا كنت شغلتها 6 ساعات في يوم واحد مقابل 1500 جنيه مصري 6 ساعات بس بصفه عامه السؤال برضو هنا انا لو طالب وطلعت على حسابي كنت اسالك السؤال هقدر اغطي قد ايه من المصاريف بالزبط. انت لو اشتغلت ال 20 ساعه بتوعك في الاسبوع او حتى على فكره ده طبعا ده القانون بس انت كنت شغال اكتر على فكره هتبقى مخالف بس لا ما مثلا ممكن يعني ممكن يرحلوك لو عرفوا ان مثلا لا مش الدرجه دي لا ليه عشان في بعض الوظائف هناك بتبقى مش بتتحسب من ال 20 ساعه يعني بعض البرايفت ورك اللي انت مش هيتحسب من ال 20 ساعه كنترول. الحاجه برضو التانيه اللي حصلت معايا انا بعد 6 شهور من وصولي هناك وحصولي على المنحه انا وكنت شغال الوظيفه بار تايم اللي في جامعه لندن رحت جامعه بورسموث فول تايم فمن حق الطالب يعمل سويتش يعني انا كنت معايا فيزا طالب فهشتغل وظيفه فول تايم فول تايم اللي تشتغلي عدد ساعات غير محدود براحتك زي ما انت عايزه او ممكن تشتغل وظيفتين او ثلاثه في نفس الوقت فانا عملت سويتش من الوظيفه اللي هي الفيزا الطالب الى فيزا العامل الوركر يعني ودي بتعطيك الحق التدريسي وتعملي كل حاجه فبرضه ده اوبشن متاح يعني مش 20 ساعه بس ممكن 20 ساعه لو انت طالب طب لو انت جات لك وظيفه في بنك او في شركه محاسبيه كبيره في مهارات بقى معينه ممكن احتاجها لو دي برضو نقطه مهمه قوي يعني انا حابب انصح الشباب ما تتوقعش ان انت اول ما تروح بريطانيا على طول كده هيخطفوك لا لازم انت تكون متميز يعني لازم تكون الانجليش بتاعك قوي جدا لازم يكون مهارات زي ما قلت المرفه الكوميونيكيشن سكيلز والنيجوشيشن والتفاوض والكلام ده كله بس اهم حاجه على الاطلاق هو الانجليش انجليش مهم جدا جدا بدون مش عارف تتواصل مع الناس هناك يعني بس بصفه عامه هناك الوظائف متاحه جدا جدا برضو انا لو بنقارن عدد السكان بين مصر وبريطانيا هناك اقل 65 مليون مقابل مثلا استيميتد في مصر 100 مليون دلوقتي هنا معدل البطاله عالي شويه زي اي دوله يعني ناميه لكن هناك الوظائف متاحه كتير جدا حتى بعد البريكزيت وخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الوظائف المتاحه لسه كتيره وانا ما لاحظتش اي شورتج في حاجه زي كده يعني تمام طيب دكتوره سماح بقى بما انك بنت تنصحي البنات او لو في بنت عايزه تسافر بس خايفه من التجربه يعني ما هيش عارفه تعمل ايه تايهه شايفه ان هي لو راحت خلاص الموضوع بالنسبه لها صعب هتعيش ازاي لوحدها هتعامل ازاي فمن تجربتك بقى قولي لي احكي لي يعني والله هو كله يعني زي ما بيقولوا ايه مفيش ستاندرد او قالب كده كل يمشي فيه فهو كل تجربه ليها عايزه سمات معينه وبرده عايزه يكون عندك هدف فعلا عايزه تحققيه وما يكونش له بديل لان لو الهدف له الترناتيف بديل هنا في مصر
طب انا ايه اللي هي مع اول صعوبه هتقابلك هناك، طب ما انا ارجع. فلازم اول حاجه يبقى عندك هدف، هدف فعلا بجد بتسعي لتحقيقه، ومفيش طريقه تانية. يعني الدكتوراه من بره طبعا كانت قيمه بالنسبه لي، ان انا عايزه اشوف انذر ثينكينج زي ما بيقولوا، خليكي تصبري على اي حاجه بس بالظبط بالظبط. فدي ولا وهقوي اللغه بتاعتي وهتعامل مع النيتيف سبيكرز فعلا، فدي يعني حاجه ما كنتش هقدر اوجدها هنا في مصر. وحتى لو رحت حتى جامعات اجنبيه برضو في مصر، مش كلهم بيقدموا بي اتش دي، وبرضه مش هيبقى زي ان انا بتعامل في الاكل وفي الشرب وفي الشارع وفي المواصلات وفي كل حاجه. فلازم يبقى في هدف. الحاجه الثانيه بقى يبقى في قوه اصرار بقى وعزيمه كده بقى وصبر، لان اكيد هلاقي يعني اكيد طبعا في حاجات صعوبات كتير، فلازم اصبر بقى. حسيتي بقى هناك بالغربه ولا كان الموضوع عادي بعد كده؟ خدت عليه بعد كده؟ هو دلوقتي انا بريطانيا عادي كانها مصر. لكن في الاول طبعا هي اكيد صعبه، لان احساسي بس ان انا لوحدي، يعني هي دي كلمه لوحدها بس صعبه. بس بعد كده بتاخدي على الوقت، يعني بتاخدي على الوضع والدنيا بتمشي. نصيحتي ليهم عندك اصرار عزيمه، يكون هدفك فعلا هو دي الطريقه الوحيده اللي يتحقق. اهم حاجه بقى لازم تبحثي عن الطرق الامان وانت بتحققي هدفك، لان احنا بالنسبه لنا البنات احنا عنصر الامان عنصر مهم. عنصر الامان انا شايفه بيتحقق في كذا حاجه. اول حاجه قبل ما اروح الجامعه، قبل ما اروح الدوله الاجنبيه، لازم اقرا كتير، اقرا كتير عن ثقافتهم، عن الدنيا هناك ازاي. الجامعه في دايما بيبقى في كتاب كده اوبريشنال هاند بوك بيبقى للستودنتس، اقرا كل حاجه، ما استناش اقول انا ما جاتش الكيس دي او السيتويشن ده فخلاص ربنا ما يحكم يعني ان انا اتحط في المشكله دي. لا، انت تقري كل حاجه، عشان وقت ما القدر الله بيحصل مشكله انت مخك هيبقى استوبد عن انك تفكري خالص. فانت اوريدي هتبقي واخده ايديا انت هتعملي ايه وهتتصرفي. في حاجه برضو مثلا من الافضل انك تختاري بلد يكون ليكي حد قريبك فيها، حد عشان برضو ممكن تحصل الأفضل مشاكل. يعني الافضل انك اصلا مش دايما مش كلنا هيبقى بس دي هتبقى مثلا الاولويه انك تختاري بلد زي كده. الجامعه مثلا ممكن يكون فيها عرب، يعني بورتسموث يونيفرستي كان فيها عرب، فيها مش مصريين بس عرب، يعني حتى على الاقل ايه لازم يقولوا كده ايه رفيق الدرب، ايه نتكلم عربي كده مره لو اشتقنا نتكلم عربي. طب دكتوره سماحه، انت دلوقتي انسه يعني، فلما سافرتي الموضوع بالنسبه لك كان اهدى شويه، ما عندكيش مسؤوليه، ما فيش بيت بقى او انا مسؤوله عنه كده. طب لو واحده متجوزه وعندها اولاد وجات لها فرصه بعثه او منحه، إيه رايك ايه؟ يعني شايفه ان هي ما ينفعش معاها ولا الموضوع هيبقى صعب ولا لا؟ هو بصي حضرتك، هو طبعا هي برضو السؤال حضرتك بتساليه ده برضو خاضع لقانون البعثات. هو في قانون ممكن لو هي متجوزه البعثات يعني اللي هو الرولز اللي انا طلعت عليها، كان اياميها بيبقى في دعم مادي للدعم للاسره، فالكانت متزوجه بيبقى في اضافه في مرتبها للزوج، اضافه لاول طفل، اضافه للطفل الثاني، الطفل الثالث ملوش اضافه، ما لناش دعوه بيه. لكن دلوقتي بقى المرتبات زادت شويه للسنجل. هو ينفع يبقى في مثلا حد معاها كمرافق ولا هو القانون اللي انا كنت طالعه عليه زمان كان بيسمحوا للمتزوجه تاخد زوجها وللزوج ياخد زوجته، وكان كويس جدا وكان معانا زمان كده. بس دلوقتي القانون ان شالوا دعم الاسره وزودوا بقى مرتب السنجل شويه، فالله اعلم بقى كل واحد وطريقه صرفه، تقدر تاخد اسرتك معاك ولا ما تقدرش. ورغم ذلك اقول لحضرتك نتيجه البعثات مثلا طلعت من اسبوع كده، كان قرار مكتوب كده لوزير التعليم العالي ان 60% من البعثات حصلت عليها الاناث، فدي كان بالنسبه لي حاجه كويسه. يعني احنا دايما بنكتس اي حاجه كده بنتكلم في كل حاجه. فيعني طب طلعوا ازاي؟ فمن الاخر دلوقتي في مثلا في بعضهم بيبقى مثلا في وفره ماديه احيانا تقدر تعمل الفيزا، لان هو كان زمان بيغطي الفيزا لزوجها ولاولادها، بيغطي تذكره الطيران. فدلوقتي كمان بعد تعويم الجنيه المصري الاسترليني سعره زاد، فبالتالي سعر الفيزا زاد وسعر تذاكر الطيران زادت، فان هي تقدر تغطي ده ليها ولجوزها ولاولادها، مش الكل بيقدر يغطي. عشان كده بقى عايز اسال دكتور هاني، لو انا هطلع على حسابي بقى تكلفه تبقى عامله ازاي؟ انا شخصيا مهتمه بالموضوع ده جدا. طيب حلو قوي. بص انا زي ما يعني قلت لحضرتك، انا في البدايه قبل المنحه البريطانيه ما تجيلي انا خلاص كنت عامل حسابي طالع هطلع على حسابي، وقعدت مع نفسي وحسبتها. طبعا ده كان قبل تعويم الجنيه، كان ايامها الاسترليني ب 9 جنيه بس، دلوقتي ب 20. ف
فماشي السؤال بتاعك كام المصاريف؟ كام مصاريف الجامعه السنويه؟ تقريبا مثلا تقريبا من 14000 استرليني لغايه 20000. 20000 ده في الجامعات القويه قوي. بصفه عامه برضو معظم او 95% من الجامعات اللي في بريطانيا انترناشونال وحاجه جامعات قويه ومفيش مشكله يعني. فمن بدايه من 14.5 15 لغايه 20000 في السنه الواحده. الماجستير بياخد 11 شهر وخلص 14 15 يعني. مثلا الجامعه اللي انا فيها في حدود استيميتد يعني 15000 جنيه استرليني في السنه. الدكتوراه ممكن سنتين تخلصها في سنتين يعني 30000 او 3 سنين 45000. واقدر اعوض بقى الفلوس اللي دفعتها دي؟ تقدر يا الشغل يقدر يساعدك. انا قلت لك انا بعد 6 شهور اشتغلت في الجامعه تمام وفول تايم جوب. فيعني بس يعني المعيشه هناك غاليه برضو، ممكن الوظيفه ده سؤال كويس جدا. هو هناك الحاجه الوحيده الغاليه اللي الناس كتير بتقول عنها هو السكن. السكن غالي جدا هناك فعلا. لكن مثلا لو شفنا اعتقد اللي هي المواد الغذائيه والحاجات دي بتهيألي ممكن سعرها يكون بسيط. بسيط عادي. ممكن مثلا يعني في حال بيراسلوا حد ممكن يروح يعيش مع حد صديق. دي برضه بيعملوا شيرنج. طبعا. وبرضه الفكره دي موجوده هناك قوي. ممكن مثلا اسره بريطانيه عندهم بيت ففي اوضه زياده فهو بيأجرها لك عادي يعني، ويبقى يعني اجرها قليل قوي. انا اتكلمت على 15000 دول اللي هم مصاريف الجامعه. في مصاريف تانية، مصاريف البيرسونال يعني اكسبنس وكده. مصاريف الشخصيه بتاعتك ممكن استيميتد 5000 باوند في السنه، في السنه كلها يعني. بس انا خلال السنه اقدر اعوضها من الشغل لو لقيت شغل لو شغل طبعا فول تايم يعني. مثلا ممكن نتكلم الافريج بتاع الفول تايم ممكن 35000 جنيه في السنه. ده في حياتي لو لقيت شغل على طول. لقيت شغل فول تايم. انا والله انا بتكلم عن تجربتي يعني. انا لقيت شغل بعدها بشهر كان بار تايم في جامعه لندن، وبعدها بست شهور في بورسموث وكانت فول تايم. وبرضه اصحابي يعني انا معايا ناس اصحاب مصريين جم هناك يعني بدون ذكر اسماء، انا اشتغلوا جم على طول واشتغلوا في وظائف كبيره برضه، مش فكره مطاعم او غسيل صحون او كده، لا اشتغلوا معنا في الجامعه. وزي ما قلت لحضرتك انا هناك شايف اللي فيه شورتج جامد وفي طلب جامد على اللي هو اعضاء هيئه التدريس الستاف ممبرز في الجامعات. وده عشان اصلا معظم دول العالم بتبص لبريطانيا اللي هي من الدول الرائده في التعليم والجامعات بتاعتها جامعات قويه. حتى مثلا لو ربطنا بالوضع الحالي، ايه الجامعه اللي اخترعت وانتجت العلاج بتاع اللي هو الكورونا؟ اكسفورد. ايوه. طب سؤال اخير بقى نختم بيه، لو هي البعثه وخلاص المده، البعثه او منحه والمده انتهت خلاص، هل ممكن في فرصه ان انا اقيم او اكمل شغل في مكان؟ ده سؤال كويس جدا جدا. كويس يعني انت اثرتي. كويس جدا. في تعديلات حصلت من حوالي شهر بعد موضوع الكورونا والبريكزيت والكلام ده كله، بتعطي للطالب الحق في البقاء في بريطانيا لمده سنتين لو طالب ماجستير. يعني انا خلصت انا طلعت قعدت 11 شهر خلصت الماجستير، ليا حق افضل في البلد سنتين معايا فيزا ابحث عن عمل، واول ما الاقي شغل الفيزا بتاعتي بتتحول بقى تبع الشركه او تبع الجامعه اللي انا شغال فيها. لو انت طالع دكتوراه بتبقى الفيزا معاكي لثلاث سنين تبحثي عن عمل، حتى لو ما لقيتيش برضه انت قاعده في البلد جداً. عادي. فدي فرصه كويسه جدا 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 اللي انت الناس اللي بتفكر تسافر بريطانيا او اوروبا بصفه عامه، فكره بقى المركب والبحر والكلام ده لا. طب ما انت اطلع من الماجستير. كل مره الحلقه بتبقى ممتعه جدا ونبقى عايزين نكملها. فشكرا جزيلا ليكم، للاسف الوقت خلص. بشكركم والموضوع كان عاجبنا جدا. شكرا دكتور هاني. شكرا دكتور سامح. شكرا ليك يا رنا. شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام على حسن المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.